بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. النهارده ان شاء الله هنعمل مكرونه بشاميل لايت سالتوني عليها، وهنعمل الحلو تورته شوكولاته بس هتبقى من غير كيك، هتبقى كريميه كده وفظيعه. وانتوا بعتولي صوره كذا مره وقلتولي هي دي، فان شاء الله يعني هعملها النهارده ان شاء الله. طيب اول وصفه مكرونه المكرونه البشاميل فرن. هيبقى معايا طبعا لحمه مفرومه، هيبقى معايا بصله مبشوره، وللبشاميل هيبقى معايا لبن خالي الدسم، هيبقى معايا دقيق مكعب او معلقه زبده، مش مكعب، معلقه زبده واحده، معايا لبن بودره، ومعايا كريم تشيز او ساور كريم زي ما تحبوا، اي حاجه من دي بتدي قوام حلو زياده. احنا عملنا البشاميل قبل كده للمكرونه اللي هي مش فرن، كانت مكرونه فيتوتشيني، وعملناها بكذا شكل، وده شكل برضو مختلف خالص وان شاء الله يعجبكم. الحاجه التقليديه للبشاميل ان هو دايما بيتحط مقدار الزبده، بنحط دقيق، لكن انا مش هعمل كده، انا هحكم مقدار الزبده، يعني انا عايزه ما ازودش السعرات، فبالتالي هحط معلقه زبده واحده، وعلى اساس معلقه الزبده دي هحط الدقيق، مش هحط مثلا كذا معلقه زبده وعلى اساسها دي، لا انا عايزه الطعم اللي هو التحميصه بتاعت الدقيق ده، بس هعملها على مصغر علشان ادي طعم من غير دسم كتير، وهكمل بعد كده اللبن والدقيق زياده اللي انا هحتاجه للوصفه. فهو يدوبك الحبه اللي هحتاجه منها عشان يدوا التحميص. طيب في الطاسه الثانيه بقى هحط البصله، بس هحط الاول شويه زيت، معلقه واحده اللحمه المفرومه دايما بيبقى فيها دسم، واحط عليها البصله، ونحاول نجيب اللحمه المفرومه فعلا من غير دسم، يعني فعلا نشتريها من غير دسم وتتباع عادي خالص، مهم ان احنا نبقى مركزين نقول ان احنا عايزينها من غير دسم. طيب انا هنا ممكن ازود لسه شويه دقيق، واديها تحميصه حلو. ننزل بقى اللحمة، ممكن تتحكموا عايزين اللحمة تبقى أقل، مش لازم تبقى الكمية دي، يعني في بيحبوها اللحمة المفرومة قليلة قوي في المكرونة، في بيحبوها لا كتيره وبتبقى باينه، فدي على حسب الرغبه. هحط شويه جوزة الطيب عليها، شويه صغيرين، وملح وفلفل. عايزه اقول لكم كمان على الناس اللي خسوا وبعتولي وانا بقلب، اطمن الاول كل حاجه اتقلبت. طيب
عزة محمد بتقولي أنا خسيت 15 كيلو في 4 شهور، بس هل صح أوقف شوية وأكمل تاني؟ طبعا الرجيم هو المفروض إن احنا ماشيين على نظام حياة، مش ماشيين على رجيم معين. فنظام الحياة دي حاجة على طول، لكن بيجي وقت الواحد ممكن يعني يبقى في عزومة، يبقى في أي حاجة، فبالتالي نلخبط، نبقى في مصيف، نبقى في حاجة، في حاجة خارج العادي بتاعنا، فبالتالي نلخبط. طبيعي جدا وحلو قوي، لأن زي ما قلت قبل كده حلو قوي إن الواحد لازم يلخبط في الرجيم علشان أو في نظام حياته عشان الجسم يتعودش على حاجة معينة. فلما نخرج من النظام ده الجسم يستجيب أحسن بعد كده كتير. فعادي جدا بيحصل الواحد لازم هيغلط أو هيلخبط أو هيعمل أي حاجة خارجة نطاق الدايت أو النظام الصحي، فعادي جدا بنرجع بعدها تاني نظبط النظام تاني. طيب عندي كمان هي بطلة حسن وبتقولي أنا من 4 أيام جربت موضوع الزبادي بالليمون قبل النوم، وفوجئت النهاردة أني خسيت 2 كيلو في الـ4 أيام دولة، مع أني كنت رايحة أوزن وحاسة أني مش خاسة خالص. هو فعلا الزبادي بالليمون بيفرق جدا بالليل، حتى لو احنا مش عاملين رجيم أو مش مقللين قوي أو نظامنا العادي، لكن جينا التزمنا بالليل بعد الساعة 7 كده 8 ما كلناش لغاية ما ننام ناكل زبدية وعليها عصرة ليمون، بنلاقي في فرق. مش بيبقى مش بنخس زي لو عاملين قبلها ماشيين على نظام صح او عاملين النصايح اللي بقول عليها، بس فعلا بتفرق. يعني الزبدية دي بعصرة الليمون ليها سحر فظيع، يعني هي بس تبقى العشاء لوحدها ما يبقاش معاها حاجة. طيب عندي كمان تيتي ممدوح، انا خسيت 6 كيلو في شهرين، بعمل الاكل بطريقه سالي واتبعت نصايحها وشربت الشاي بالليمون. دي التركيه الثانيه بقى، الشاي بالليمون الاسود العادي، اسود او احمر العادي اللي احنا بنشربه، يعني اللي هو العادي بتاعنا ده، لما بنعصر عليه نص ليمونه ونشربه بعد الاكل بنص ساعه. نص ساعه ليه؟ علشان بس الجسم يكون لحق يمتص الحديد اللي موجود في الوجبه. بتفرق فعلا، بتساعد على الخساسين. انا يعني انا ما كنتش قلت ايه اللي بيحصل بعدها، بس هو فعلا بيفرق كتير. جربوا الموضوع ده وبعتولي انها فرقت معاهم قوي، وبطنهم خست بالذات المنطقه دي، فلانها هي بتحرق. حتى الواحد بعد ما بيشرب الليمون الشاي بالليمون، بس مهم يبقى بسكر دايت، بنلاقي بقنا حتى مزيق كده تزييقه، ده معناه انها بتنقي كده الدنيا وبتشيل الدهون والدنيا كلها. فجربوها، دي برضو من الحاجات الواحد يدخلها في يوم عادي من غير ما ايه يحس ان هو عمل اختلاف، لان شرب الحاجات اللي بلبن كتير اللبن عامل زي الوجبه، ف زياده منه مش كويس، يعني سعرات وكتير مش كويس. حتى لو طبعا الخالي الدسم احسن، بس هو برضو يعتبر حاجه بتتهضم، لكن الحاجات التانية زي الشاي أو المشروبات الأعشاب مش من الحاجات اللي بتحتاج هضم، فبالتالي ما بتعتبرش وجبة. احنا هنا سرحنا، كمل بقى بسرعة. هي كده أخدت لون خلاص قوي أو كفاية، ننزل بقى عليها اللبن واحدة 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 واحدة. ليه واحدة واحدة؟ علشان ما تكلكع، يعني ما تقفش. لو قفش كله مرة واحدة، لو نزلنا لبن مرة واحدة بتروح قفشة، فيبقى جواها كلاكيع. تروح شرباها، نروح منزلين تاني. ونقلب. نازلين تاني.
شايفين بتشربها ازاي وبتبتدي ما تعملش كلاكيع بقى خلاص. كده ممكن بقى ازود واحط الملح والفلفل الابيض وشويه جوز الطيب، بتدي طعم حلو قوي مع البشاميل. وحاجه كمان بتدي طعم حلو قوي، بودره البصل بتدي طعم حلو جدا. طيب في حاجه بقى انا عايزه اعملها، انا هخلط بقية الدقيق. احنا طبعا عاملين تقريبا لتر لبن، كل كوباية لبن، اللتر فيه 5 كوبايات، كل كوباية لبن بتحتاج معلقة تقريبا، معلقة واحدة من الدقيق علشان يبقى بشاميل متماسك ما يبقاش خفيف. فطبعا كل واحد على حسب المعلقة، برضو ما نمليهاش قوي يعني، نخلي بالنا علشان ما تبقاش سميكة قوي. في بيحبوها بتتقطع بالخرطة كده، وفي بيحبوها لينة شوية، دي على حسب ايديكم بقى والظبطة اللي هتظبطوها. اللحمة انا هطفي عليها دلوقتي كده خلاص معايا. طيب انا هحط دلوقتي، احنا حطينا هنا معلقة خلاص، هحط بقى هنا كمان حوالي 3 معالق مش 5، واشوف هي مظبوطه معايا السمكه، هي هتتقل كمان في الفرن فكده كويس قوي. وازود عليها بقى، على كل كوبايه لبن يتحط عليها معلقه لبن بودره علشان يكثف الطعم ويبقى حلو قوي، بس لبن بودره ما فيهوش دسم عشان ما نضيعش بقى قصه ان احنا عملناها لايت بان احنا زودنا الدسم من ناحيه تانية. بقلب كله كده، لازم الدقيق يتقلب في حاجه ساقعه ما تتحطش على طول في السخن. وهروح منزليه ونشوف بقى، هو اللبن شويه بيبقى لسه كده بس هيفك كمان شويه كده. يبقى ده خلاص كل حاجه اتحطت، ناقص بس حاجه واحده، الحاجه اللي هتساعد على انه يبقى كريمي برده، ويدي دي مش لازم بس دي اضافيه علشان يبقى برده عملنا حاجه مختلفه، بزود الساور كريم او الكريم تشيز على حسب اللي تلاقوه قدامكم. الاثنين بيدوا طعم وقوام حلو قوي ونكهه كريمي كده زياده. وخلاص كده. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع تاني اقلب ده وادخله يا دوبك الفرن ياخد لون ونعمل مع بعض تورتة الشوكولاتة الكريم. رجعنا تاني وزي ما انتم شايفين القوام ده هو ده الكويس. كل ما نحس انها لا لسه ما جابتش القوام ده، نزود الدقيق بشوية لبن من بره ونروح حاطينه. طيب كده احنا نعتبر خلاص. هنا في حاجه بس واحده للي يحب يضيف بيضه، ودي الطريقه الكلاسيك بتاعه البشاميل. البيضه طبعا فايده زياده، فيعني حاجه انصح بيها. الدسم في الصفار بس. كل انا هعمله دلوقتي نخفقها كده ونروح حاطين شوية من البشاميل السخن عليها عشان تدفى، وشوية تاني عشان لو حطينا البيض على طول في حاجة سخنة يعني هتعمل كلاكيع، فبلاش نعمل كده احسن. دايما اي حاجة نبقى عايزين تاخد على الحاجة السخنة لازم نبتدي نعملها كده الاول، ده اسمه تمبرينج. كده خلاص واقدر اروح منزلاها بقى
مع الخليط. نقلب كله. انا خلاص طفيت عليها، هي كده كده هتمسك معايا او هتكمل في الفرن. ريحتها جميلة جدا، جوزة الطيب وبودرة البصل بيدوا طعم حلو قوي. حتى لو مش بتحبوا جوزة الطيب حطوا بودرة بصل. والحاجة اللي تليق كمان قوي على اللحمة ممكن شوية قرفة، قرفة صغيرين قوي، شوية صغيرين قوي بيدوا طعم حلو جدا جدا، ما بيبانش انه قرفة وبيدي طعم حلو قوي. طيب نجيب بقى البايركس، المكرونه نكون سلقينها الدنتي ونكون حاطين معلقه زيت عليها بعد ما نغسلها عشان تخليها بتلمع وفيها ال ما تبقاش ملزقه في بعض، وما بتشربش بقى ساعتها اي حاجه بنحطها عليها ما بتشربهاش قوي وتبتدي تلزق كده، لا يعني كده احسن كتير قوي. جربوا هتفرق، وبالذات في المكرونه بالسلطه، يعني اللي هي مكرونه سلطه مكرونه بتبقى بتفرق فيها قوي قوي بقى عن اي حاجه تانية لما الواحد يعملها كده. نحط اللحمه، في بقى بيحبوا يفرقوها جواها، في يحبوا يعملوها الطبقات دي على حسب ما تحبوا. كده كده كل واحد هيغرف هيطلع له نصيب، المهم ان ايه تتقسم كلها صح، تتفرق كلها صح، سواء بقى داخلها او على الوش. ودي وجبه متكامله طبعا، حلوه قوي للاطفال، وبالذات ان احنا زودنا البيضه جوه البشاميل ده زود برضو القيمه. ممكن الواحد يقلل الدقيق ويزود البيض، بيض عامل مساعد على انه يربط معانا. مكرونه بشاميل من الحاجات المحبوبه جدا لو احنا راعينا نعملها بطريقه اللايت، واوعدكم ان طعمها حلو قوي قوي قوي، يمكن احلى كمان من الدسمه قوي. ان شاء الله يعني تعملوها ومحدش هيلاحظ اصلا، ان هيلاحظ الواحد هيلاحظ ان طعمها حلو من غير ما تلاحظوا، او حد يلاحظ ان طعمها اوحش عشان اقل في الدسم، مش هتبان يعني. حماتي دايما تطبخ بالحاجه خفيفه قوي وطعم تحفه، ففعلا هي اللي علمتني ان ممكن جدا الواحد لا يطبخ خفيف وفي نفس الوقت الاكل يبقى طعمه لا يعلى عليه ويمكن احلى كمان حقيقي. ابتدي بقى اعمل الطبقه بقى دي فوقيها، مش عايزه اقول لكم على الريحه، ممكن ابوظ يوم حلو عشان الريحه الفظيعه دي. نقول وجبه وجبه عشان يعني بناكل بالليل زبديه بس ما نبقاش بوظناها خالص برضو. ما نعديش قوي بقى عشان ايه ما تنزلش في الفرن. برضو انتوا على حسب عايزين تقللوا مكرون زودوا البشاميل زي ما تحبوا. البشاميل اللي انا عملته يكفي بايركس اكبر كمان. في بيحطوا بيضه على الوش زي ما تحبوا برضو. انا هحط المره دي بقى للي ايه مش عايزينها لايت قوي، ده اختياري بس مختلف، يتحط شويه جبنه موتزاريلا على الوش. جبنا الموتزاريلا الحاجة الوحيدة اللي هنا اللي فيها شوية دسم. Thank you.
خلاص كده هدخلها الفرن، هي كلها مستوية يا دوبك تاخد لون. افتح بس الفرن. هننضف هنا بقى علشان نبتدي نعمل تورتة الشوكولاتة الكريمة. هنحتاج علشان تورتة الشوكولاتة الكريمي، هحتاج معايا كيلو شوكولاتة مبشورة، عليهم نص كيلو كريمة خفق السايلة اللي في التلاجات، وعليهم نص كيلو كريم تشيز أو المكعبات المربعة، أي نوع من النوعين دول. هعمل إيه بقى دلوقتي؟ ده كله المفروض إن إحنا هنبتدي نسيحه. اسهل حاجة ان انا بروح مسيحة الكريمة الاول عشان الشوكولاتة ما تتعرضش لحرارة، لو تعرضت لحرارة على طول هتبوظ على طول معانا. هحط عليهم الشوكولاتة الكيلو بس واحدة واحدة. طيب ده لتورتة الشوكولاتة الكريمي. خلوا بالكوا طعمها حلو جدا بس دسمة جدا، فانتوا تحددوا المقاس عايزين تعملوا مقاس ايه، بس الخرطة تكون فعلا صغيرة لانه فعلا دسم وطعمه حلو قوي والواحد ما بيعرفش يبطل اكل منه، بس من كتر الدسامه هتبطله برضو. عايزه اعمل دلوقتي بقى الجناش او الزينه بتاعته. هحتاج للزينه برضو شوكولاته وبرضو كريمه، بس المقادير مختلفه. هنعملها بقى ازاي؟ الكريمه المفروض انها نص كيلو والشوكولاتة المفروض انها نص كيلو، يبقوا قد بعض بالظبط. دول كانوا حبة ازيد، نشيلهم دلوقتي على جنب ونحط عليهم الشوكولاتة نص ونص بالظبط قد بعض. ونسيبهم برضو يدوبوا واحدة واحدة، مش على نار عالية قوي. شايفين هنا ابتدى يدوب اهو. هزود بقى بقية الشوكولاتة هنا. المبشور بيسهل جدا جدا لو هنعملها على النار، لكن لو احنا في طريقة تانية بقى ان احنا نسيح الشوكولاتة في الميكرويف مثلا او على حمام مائي، واروح ضربه الكريمه اللي هي الكريم تشيز مع الكريمه كريمه الخفق ضرباهم وانا بضرب اروح صبه الشوكولاته فيها. الفرق ما بين الاثنين ان اللي هي بالضرب بتدخل هواء اكتر زي ما عملنا في الموس قبل كده، بس دي طريقه تانية يعني كل واحد على حسب ما يحب. طريقتين ممكن يتعملوا ما فيهاش اي مشكله. دي كده خلاص معايا،
مش محتاجة حرارة عالية، مجرد انها كلها بتدوب. ودي برضو بدوب بس الشوكولاتة في الكريم. احنا بقى ممكن نزود بقى، يعني لو عايزينها صوص نروح مزودين بقى الزيادة، يعني لو نص ونص يعملوا معانا قوام، هوريه لكم كمان شوية. لو هنزود بقى الكريمة اكتر هنخليها صوص شوكولاتة طعمه حلو جدا برضو. فاحنا ممكن يبقى احنا اللي بنحكم عايزين هنغطي بيها التورتة تبقى صوص، ولا عايزين نضغطها بطريقة كريمية. لازم نركز تبقى الكريمة نص بالظبط، نص كيلو ونص كيلو، يبقى بالظبط نفس معيار الشوكولاتة هو نفس معيار الكريمة، ما يبقاش الكريمة أزيد من الشوكولاتة لأنها هتسيلها، هتخليها سايلة، هتبقى زي الصوص. بس دي هسيبها كده شوية لغاية ما تدوب خالص. خليها على اتنين. ودي هبتدي بقى أدخلها واحدة واحدة في البول. هفككها بس شوية بالمضرب. خلاص كده. وابتدي انزل عليها الخليط ده واحدة واحدة واضرب. مش محتاجة قوي. كده مجرد بس عشان ما تكلكعش معايا. شايفين هنا بضرب برضو، بس التانية اللي انا بقول لكم عليها ممكن تضربوا الكريمة نفسها، كريمة الخفق السايلة، وتضربوا الكريم تشيز الاول مع بعض، او كريمة الخفق لوحدها تبقى مضروبة بعدين تدخلوا فيها الكريم تشيز وبعدين تدخلوا فيها الشوكولاتة السايحة. كل الطرق دي تنفع. كده الخليط جهز معايا. نعلي سنة كمان. ويا دوبك بجيب بقى القالب علشان اصب فيه. مهم قوي بقى علشان يطلع معانا من القالب سهل اكون مجهزه معايا كيس نايلون او الكلينج فيلم. بروح لو معايا كيس النايلون بروح يدوبك قصاه بطريقه كده يفتحوا من بعض علشان اعرف ادخله جوه القالب. بالشكل ده. ده بيسهل بقى جدا عملية القلب وانه يخرج معايا بسهولة. خلاص كده ابتدي بقى اصب الخلطة في النص. مش عايزة اقول لكم فعلا جميلة ازاي، انا قعدت كام يوم كده اكل منها. اي نعم زودتني بتاع كيلو اتنين حاجة كده يعني. ويعني واللي عنده مشاكل حبوب شوكولاتة كتيرة طبعا يعني خلي بالنا، حاجات الدسمة عموما.
فهي للمناسبة، ويعني اللي ياخد خرطة صغيرة جدا. هي حاجة بس ما تقلبتش، ندوبها. برضو طريقة الخفق زي ما قلت، الطرق التانية بتغير من قوامها حتى في الصب. يعني مثلا لو احنا عملناها بالطريقة اللي هي الكريمة اتخفقت الأول وبعدين دخلنا الكريم تشيز وهي مخفوقة وبعدين ندخل فيها الشوكولاتة، بتبقى عاملة زي الفوم كده أكتر، فبتنزل ما بتنزلش سايلة كده، بتنزل مختلفة. المهم في الآخر الطعم كله واحد، بس هو طبعا اللي فيه هوا يعني بتبقى أحسن شوية. بس للي ما عندوش مايكرويف أو ما يقدرش يسيح الشوكولاتة الأول يعني يعملها بالطريقة دي السهلة دي. نطلع بقى الجاهزة ونطلع، نجيب كمان القالب، قصدي طبق التقديم. هي شبيهة قوي بالشيز كيك الشوكولاتة، يعني نقدر نقول عليها زي التشيز كيك الشوكولاتة. اللي بنضيفه اهو. الواحد يسهل على نفسه حياته كده. خلاص نعمل ايه بقى؟ احنا معانا اهو الصوص، او الجناش اللي احنا عملناه ده وهو سايل. لما يمسك بقى هوريكم بيبقى عامل ازاي. لما يمسك في التلاجة بيبتدي يتحول لحاجة زي كده، كريمة شوكولاتة. دي تنفع للتزيين، دي تنفع ان الواحد يحطها كصوص على التورتة. لو لاحظتوا اي حاجة مثلا في الاطراف شكلها مش حلو، دي ممكن الواحد يسخنها بشوية مية سخنين او يعملها كده على طول، على حسب طبعا كل تورتة. بس دي عشان كريمي قوي فسهل الواحد يقدر يلف من غير ما يسخنها اهو، عشان يبقى شكلها حلو. بالشكل ده، وابتدي بس يدوبك شوية جدا من الصوص احطهم، وهيمسكوا برضو كمان شوية عشان ما زودتش فيها الكريم. احنا عملنا بقى يعني كم من الصوصات والشوكولاتة دي، عملنا كل انواع الصوصات منها بكل الوصفات. ان شاء الله هتلاقوا يعني الحاجة اللي تحبوها. يعني حلوة لما ينزل شوية كمان من الأطراف. كل ما بتنزل كده يبقى شكلها حلو قوي. طيب كده خلاص حلو قوي. نعمل ايه بقى اخر حاجة بقى؟ الجناش ده ممكن نروح مزودين عليه معلقة عسل علشان ينعم، يبقى قصدي مش هو بينعم بس بيدي لمعة، بيديله لمعة حلوة قوي. فدي على حسب الرغبة. انا مش هحط لها دلوقتي معلقة عسل، بس المعلومة دي كان لازم اقولها. انا اللي هعمله دلوقتي محتاجة اجيب ايوة ده علشان اعمل الشكل
اللي هو يبقى فوق. كلها شوكولاتة في شوكولاتة وكلها ايه؟ نبتدي بقى نزين أطرافها. احنا ممكن نعملها بالطريقة دي، مش لازم دايما تبقى من اللي هي التقليدية، عشان الصورة اللي انتوا بعتوها لي شكلها كده، كانت دواير كده، ما كانتش اللي هي الشكل اللي هو المسحوب لفوق. شكلها حلو طيب. كده خلاص، انا بس هطلع بقى المكرونه من الفرن. يعني ممكن تاخد لون اكتر او يعني زي ما تحبوا. مولعه. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة بوصفات جديدة ان شاء الله. باي باي.